حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم من المفترض أن نترك الناس أفراح العيد، لكن بالعراق الناس تعبانة من اللي دا يصير، ما دا يحسون بطعم الفرح. الله يعينهم. قضية إيجاد 31 جثة، وراها أعلنوا عن إيجاد 3 دفعات من الجثث، وصلت إلى 230 جثة مجهولة المصدر. دائرة صحة بابل رفضت تستلمها، الحكومة رفضت تحكي بهذا الأمر. أصبحت جثث مدفونة في أماكن أهالي وذوي أصحاب هذه الجثث ما يعرفون عنها كل شيء. حلقة اليوم عن هذا الموضوع، تابعونا بعد فاصل. بعد عمري راتك ما اريد من الله ومنكم غير تطلعون ولادي، ونريد ولدنا كل شيء، ما اريد منكم غير سلامتكم وحيالكم. والله يا ولدي بعد عمري شايف وجهك، شايف الخير يا امي. وينان اريدهم يا ابو ولاد، وين ادورهم يا ابويا؟ والله منينهم رغم مني يا عيني يا ابو، وين اروح؟ والله اتوغل داوى مالي يا غد، بس امي يا ابوي اريد يجيبوني يا ابوي، يدوروني يا ابوي، يرجعوني يا ابوي، بس بالدنيا شريد منهم. مسجونين ما يخالف، محجوزين شباب مثلك جان بعدهم يا ابوي. والله صار مثل التجر، وين اروح؟ وين الطوجي؟ لماذا الطوجي؟ هاي الرحالية مهجومة، كل شي ما فيها، جينا هنا وكبشهم هنا للغامرين خجل على الرزازة. اعطيكم العافية وليدي بعد عمر اللي لك توصل صوتي، وين ما كانت وصلت طالب لفيهم يا عيوني يا ابا، ولادي يا ابا، جنين قلبي يا ابا، ما لي غيرهم يا ابي يا ابا. من فجع هذه الأم بولدها؟ كثير من الأمهات العراقيات مفجوعين أو مفجوعون الآن أو مفجوعات بأبنائهم وأبنائهن وبناتهم وأزواجهم أيضا، واللي عندها أخ واللي عندها أب مفقود وما يعرفون عنه كل شيء. حلقة اليوم راح تكون عن الجثث المغدورة في سجون ميليشيات الحشد الشعبي. بداية أرقامنا ظهرت أسفل الشاشة، أي شخص يريد يتصل بحلقة اليوم يدق على واحد من هاي الأرقام الثلاثة اللي ظهرت حاليا. أيضا عندنا برنامج الواتساب، أي شخص يريد يدزلنا رسالة رقم الواتساب ظهر أسفل الشاشة يقدر يبعث لنا رسالة، نتمنى أن تكون الرسالة متبوعة باسم الشخص ومكانه وين حتى نقدر نقراها ونقول رأيه إلى الناس. قضية اليوم هي أنه 231 جثة مدفونة بمقبرة جماعية بكربلة عثروا عليها بفترات مختلفة ما بين 2016 و2019، يعني خلال هالثلاث سنوات. هالرقم هذا مو هو الرقم الوحيد، هنالك المئات، لكن هذول اللي نعرفوا وهذول اللي نشروا. رعد الشوك أحد مسؤولي المنظمة الخيرية اللي تولت دفن هؤلاء الأشخاص المغدورين، قال إنهم أكو دفع أو أكو ثلاث دفعات بها 31 آخر دفعة، والدفعة قبلها 75، والدفعة قبلها بحدود 120 واحد. أنه هاي المنظمة هي اللي استلمت هذه الجثث، وهي اللي قامت بإجراءات الدفن، وهي اللي قامت بدفنهم، وأنه آلاف المدنيين خطفوا في أثناء العمليات العسكرية، هاي إحنا ما ننساها، خطفوا على أيد إما قوات حكومية أو ميليشيات طائفية أو مسلحي تنظيم الدولة، خاصة بمناطق الصقلاوية شمال فلوجة والرزازة والرمادي وغيرها من المدن المستعادة. طبعا منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت بتقرير سابق أنه بالعراق ما بين 250 ألف إلى مليون مغيب قسري. إذا 231 واحد، هذا 1% من الرقم اللي قالته هيومن رايتس ووتش.
وعام 2009 موقع ويكيليكس قال انه المالكي كان رئيس وزراء وزعيم حزب الدعوة، هو من يتولى فرق او قيادة فرق الموت الخاصة المتهمة بخطف مئات الالاف من العرب السنة حسب ما ذكر موقع ويكيليكس. بداية خلونا نسمع المنظمة الخيرية او احد اللي كانوا بالمنظمة الخيرية اللي تولوا دفن هؤلاء الاشخاص شنو اللي قاله. تم استلام 125 جثة مجهولية الهوية، والوجبة الثانية 75 جثة مجهولة الهوية، والآن 31 جثة أيضا مجهولة الهوية بضمنهم امرأتان. اليوم استلمت 31 جثة من صحة بابل الطب العدلي اللي هم من ضواحي بابل ومن جرف النصر، اللي هم دول المغدورين اللي بيهم مذبوحين اللي لقيناهم حسب ما هسه بالغسل، وبيهم مضروبين الرصاص، وبيهم كبار وبيهم صغار وبيهم نساء. حسب ما سمعنا يعني اكو شخصا طلعوا يقول انه احنا اكو ثلاث دفعات، الدفعة الأولى 125، الدفعة الثانية 75، الدفعة الثالثة 31، صار المجموع 231 شخص. يقول آخر وجبة اللي هي 31 شخص استلموها من دائرة الطب العدلي في محافظة بابل، وأكو داخل هاي المجموعة من أطلق عليه الرصاص، من مات أثناء التعذيب، من عدة قضايا هو ذكرها. السؤال اللي ينطرح هنا هو ليش هذا التعذيب؟ وليش عذبتوهم؟ إذا كان مجرم فعل الدولة أنه تقول أنه فلان الفلاني موجود يمها حتى ينرفع إلى القضاء ويكون قضاء نزيه مو مسيس مثل ما موجود بالعراق، وتصير له محاكمة بعلم أهله ويندلون وين مسجون. وإذا كان بريء وأكو قاعدة قانونية المتهم بريء حتى تثبت إدانته ما يعذب، تصير تحقيقات يتأكدون من التحقيقات أنه هذا الشخص بريء يطلع وياهم راضات همينة. أما أنه واحد ينخطف قسريا ويروح إلى مكان ما يندله وأهله ما يندلوا وولده وزوجته ما يندلوا أو أخوانه وخواته ما يندلوا وتاليتها يتعذب وهو يجوز ما مسوي كل شيء، وراها ينكتل وترفض الحكومة أنه تبلغ أهله أنه ابنكم انكتل أو تستلم هاي الجثة أو تدور هاي الجثة صاحبها منو. هذا يدل على عدة أشياء، واللي قالتها هيئة علماء المسلمين ببيانها أنه الكشف عن 231 جثة تعود لمخطوفين ومغيبين قسريا يقدم دليل جديد على حجم الجرائم الخطيرة التي تقترفها الميليشيات الطائفية ضد الشعب العراقي. والهيئة أضافت أنه تسليم السلطات بمحافظة بابل 231 جثة لمغدورين من ضمنهم أطفال ونساء وكبار بالسن لجمعية خيرية حتى يدفنوهم بكربلة، الهدف منه طمس معالم هاي الجريمة والتستر على مرتكبيها. وأكدت أنه هاي الجريمة جريمة مركبة لأنها تضمنت القتل وإخفاء الهوية والدفن بدون علم ذوي الضحايا، وهي أفعال تظهر حجم الكارثة الإنسانية التي حلت بالعراق عبر مشروعي الاحتلال العسكري والسياسي، وحملت الهيئة مرتكبي هاي الجريمة والذين غطوا عليها والمتهاونين في الكشف عنها والمتخاذلين عن الدفاع عن أبناء هاي المناطق بالمسؤولية الكاملة، واتهمت ممثلي السنة بالعملية السياسية بالتخاذل والانبطاح والاكتفاء بالبيانات السياسية الخجولة التي تراعي التوافق السياسي اللي انذبح به العراقيين أو الذي ذبح به العراقيين. واحد أخذتوه مشتبهين به، احنا نرجع ونقول انه اكو قاعدة قانونية في كل العالم، في كل العالم، انه المتهم بريء حتى تثبت إدانته. والمفروض هاي العملية السياسية جت عن طريق الأمريكان، والأمريكان ما شاء الله عليهم بأفلامهم يتبجحون انهم بلد البحث عن العدل وبلد الأحلام، ولما نجوي قالوا احنا دنجيب لكم الديمقراطية واحنا دنجيب لكم الرفاهية واحنا
شلنا لكم الدكتاتورية، وإحنا 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 ديمقراطية ينكتل واحد بها بريء وما حد يعرف عنه شيء، ويندفن بمقبرة جماعية بجمعية ما حد يعرف عنها شيء، واللي مات بي 31 واحد، يعني 31 عائلة عوائلهم ذولا إيش راح يسوون؟ أكو آلاف العوائل هسه بالعراق عندهم مغيبين قسرياً، وأنا متأكد الآلاف من العوائل هذني كلهم إيدهم على قلبهم لو واحد من هذولا ابنهم، وبيهم 31 عائلة بالتأكيد أكو 31 شخص من هؤلاء هم أبنائهم، علي من يشتكون؟ وين يروحون؟ لمن يسألون؟ أبو زكريا من كركوك؟ الله يحفظك ابني اسد، ويامك سعيده ويام كل العراقيين والمسلمين بخير ان شاء الله، ويامكم سعيده. ايامك سعيده ان شاء الله يا رب. ابني العزيز بس اسالك سؤالين. نعم. يعني وقت شيء صدام حسين قالوا مقابر جماعيه وعدموا شيء صدام حسين، واول يوم العيد مو؟ هذول من 2003 لحد اليوم مليون عراقي ماكو، مو 31 ولا 150 ولا غيرها، مليون عراقي مستأجفوا وما حد يعرف جثثهم، ما حد ما يعرفون هذول وين راحوا، مليون عراقي ترى مو قليل من العزيز، والله العظيم والله العظيم انا ما عندي عندي حزن على هذا الشاب كبرة يا الحكومة كبرة، ما عندنا حكومة، حكومتنا كلها قمار دعارة دعارة ونزوان، أي حكومة احنا نأتي به عليك الله يا أسد، أكو واحد يقدر يأتي قدام قاسم السليماني، صار الخميني صار بالموصل صار بكل مكان بالعراق، يا عمي والله دموع بعيني، والله دموع بعيني، والله وكل لا اله الا الله محمد، ما اقدر اعتبار والله قلبي تعبان، قلبي مملوم منك، وتحياتي على بطل مستمرية. حياك الله ابو زكريا، والله يعينك يا ربي، وهاي دموع العراق الغيور على ابناء بلده وعلى بلده وعلى اخوانه من العراقيين من الشمال للجنوب، بعربهم بكردهم بصابئتهم بيزيديهم مندائيهم بسنتهم بشيعتهم بكل طوائفهم، غيرة العراقي على 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 ابن بلده وحده. لكن المشكلة لما يوميا يطلع لنا فيديو او يطلع لنا شيء او تطلع لنا مصيبة بالعراق وتباوع على الحكومة ساكتة ولا عبالك، لا عادل عبد المهدي طلع ولا واحد من وزارته طلع ولا وزير داخليته هذا الجديد طلع ولا جماعة الحشد طلع وما حد يحكي بهذا الموضوع. اللي طلع لنا وكشف لنا هاي الجريمة واحد من الجمعية الخيرية اللي دفن هؤلاء بالوجبة الأخيرة، دفن 31 وكشف لنا أنه مستلم وجبتين قبلها ب 75 125، هذا جزء من اللي المستور. زين انت وينك يا عادل عبد المهدي؟ وين حكومتك؟ وين السياده اللي انتم تقولون عليها؟ وشو ما دا نفتهم، واحدكم راضي بالمصايب وقاعد يركض ورا اشياء تافهه، راكضي لي ورا العالم تحرمون لبس البرمودا وغيرها وغيرها، وما راكضين تحمون لي حياه الناس وتوفر لهم الامن والامان. سعد من الكويت ويانا، تحياتي لك وكل عام وانت بخير استاذ. وانت بخير. المجتمع العراقي يريد امن وامان يا استاذي، يريد نعم. امن وامان وعيشه كريمه يا استاذي، مع انها جمهوريه المليارات وبلد غني، ولكن يا استاذي الجثث يشحر فيها حرام، يعني محرم من قتل نفس دمه وماله، من قتل نفس دمه وماله، ولكنهم شهداء عند ربهم يرزقون يا استاذي، وحرق البساتين والحنطه هذه جريمه نكراء مخالفه للاعراف الدوليه والقانون المحلي يا استاذي، ويجب على المرجعيه ان تنوه وتنبه ان قتل النفس محرم شرعا وقانونا يا استاذي، وكذلك المحاسبه لازم تكون من
الحكومة والبرلمان يعني يعني لازم يعني يكون بعلمهم يا أستاذي، وإطلاق المعتقلين والمحتجين والمقيدين وتحسين معاملتهم وعلاجهم بالدواء والعلاج يا أستاذي. وآخر كلام تحياتي لكل البرنامج الراقي وشكرا لكم جميعا. حياك الله أبياك. أم أزهار من بغداد، حياك الله أختي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. هاي قناة العظيمة، وعيدك مبارك، كل أيامك سعيدة إن شاء الله. يسعد أيامك إن شاء الله. هاي إحنا ما نقول حكومة، هاي إجت هي جاية إلى منفعة البلد كان زين، لكن هي هويتها إنه جاية تقتل الشعب كله، تقتل كل مناضل، كل واحد اسمه مناضل وناضل من أجل هذا البلد، وتقتل كل طبيب، وتقتل كل مهندس، وتقتل كل كادر عنده شهادات عالية، تقتل كل الصحة والعلم، وتقتل كل شيء، لأنه هم جايين يهدمون، مو جايين هذه، جايين يحشون جيوبهم بس. هذولا ضمائرهم ميتة، ما عندهم ضمير، هذولا ضميرهم فلوسهم، ضميرهم جيوبهم. لكن أنا أقول هذولا ما عندهم أولاد، ما عندهم أهل، ما عندهم أب أم أطفال صغار، بحيث إحنا يوميا نشوف جثث مرمية بالشوارع. عمرنا كله عشنا، حياتنا كلها ما شفنا جثث بالشارع، من 2003 إلى هذا يومنا نشوف جثث بالشوارع، من نسوان إلى أطفال إلى كبار، نشوف قتل، نشوف نهب، نشوف سلب. يعني هم هذول جو هم، هل هم يعني يعرفون نفسهم هم صالحين؟ ابدا. لكن هاي المخطط الايراني الامريكي الاسرائيلي، هو يردون العراق تحطيمه، هو ما يردون العراق ينهض، ولا راح ينهض العراق. وطول ما اكو ناس تفوت هالحشيشه وتفوت هالناس ماخذين طول عرض، يعني لا عندنا جيش، لا عندنا سلطه، عندنا حشد بيده سلاح ويقتل. واجرام مستمر اجراماته، وما يستحون يطلعون اهل العمايم يوم الجمعه عود يحجون بالدين، ويحجون انه الشعب ولازم تسوون، يعطون هسه نصايح. ما انطيتوا نصايح من اول لهاي حكومتكم الشيعيه القذره، قذرين انتم، قذرين وحشين انتم، اهل النار انتم اهل العمايم، انتم اهل البلاء، انتم اهل العمايم كلكم، من السستاني الى الصدر الى كل واحد معمم شيعي قذر، وسني قذرهم. شكرا لك ام ازهار. لا هي المصيبه، يعني المصيبه انه اكو بلاوي تصير بالعراق، يعني تطلع لنا الحكومه ولا البرلمان يحرمون اشياء توافه، ومنتبهين الى اشياء توافه، ومنتبهين الى اشياء تعبانه. خلينا نقول صارت افتتاحيه بطوله، جتي وحده عزفت موسيقى وعزفت النشيد الوطني، هاي حرام، لكن يقتلون ناس مغدورين ويندفنون بمقبره جماعيه وما حد يعرف بيهم واهلهم ما يدرون بيهم، هذا حلال. تدمير المدن حلال، السرقات والنهب حلال، امان ماكو بالعراق حلال، مي ماكو حلال. يعني انا المشكله اللي دا اشوفها امامي انه الحكومة ولا المرجعية ولا الوقف السني ولا الوقف الشيعي ولا أي مسمى، وينكم أريد أفهم وينكم؟ الاختطاف والقتل والدمار والصواريخ والانفجارات وكلها هذني ما تحجون بيهن. 31 واحد اندفنوا بمقبرة جماعية وقبلهم 200، شو لا عادل عبد المهدي ولا وزير داخليته ولا واحد بشرطة ولا واحد بجيش حجي، بينما على توافه تحجون. لو بوقه ما تصير لكم تحجون، سجن ينهزمون من عند تجار المخدرات عادي حلال، بس بريء يموت بسجن هذا همينه حلال، لكن لو بريء ينهزم من سجن هذا حرام قانونكم.
230 واحد وتطلع لي لجنة حقوق الإنسان النيابية تقول ترى احنا نحذر عادة عبد المهدي من تبعات هذا الشيء اللي دا يصير، لازم هو يحترم الاتفاقيات الدولية اللي تنص على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان. بويا وينكم انتم صار لكم 16 سنة؟ هسه يلا انتبهتوا اكو اتفاقيات دولية تكفل حقوق الإنسان بالعالم لازم تحترموها بالعراق؟ ما انتم 16 سنة ما محترمين ولا حق. ابو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير يا رب. أنا أحب أعقب بس على الأخت اللي اتصلت قبل شوية أم أزهار أنه لا يكون الحديث بنوع من التطرف. نعم. أولاً أستاذ نرجع إلى زمن صدام، مو كان الجيش العراقي والشرطة العراقية وكان وياهم الجيش الشعبي. مو وفدائي وصدام وما أعرف شنو وجيش النخوة وجيش ذولي مو ميليشيات. البيشمركة مو ميليشيات. الحشد الوطني السني مو ميليشيا بس ما نسمح لها تقول الشيعة قادرين. هم لو ما الشيعة من حرر الموصل والأنبار وتكريت اللي فعلوا بنساء السنة وبأبنائهم وبناتهم. أبو زينب سؤال، يعني الموصل والأنبار وتكريت تعتبر هذا تحرير؟ أكو إساءات مو كل شيء إحنا نجير لا 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 بجاء يا إساءات أبو زينب. 90% من البنى التحتية مدمرة، أهاليها مهجرين، جرف الصخر متحررة صار لها 3 سنوات، أهاليها ما رجعوا، الأنبار متحررة صار لها حسب ادعاءات الحشد. هذول ديون صدام يا بعد روح، هذول بعثيين. من هم؟ هذول هم يدمرون بالبلد. من هم؟ من هم؟ من هم؟ إعلام قوي. من هم؟ من هم؟ أبو زينب من هم؟ داعش هم بعثيين. من هم؟ هسه جابنا على تنظيم الدولة وداعش، أنا أحكي على أهالي. يا هو الموصل قالوا بها 4000 واحد من تنظيم الدولة، انكتلوا من أهالي الموصل 40000 ومطلوب 70000 وتهجروا 2,000,000. أدرك 2,000,000 ينجرون بجريرة 4000 واحد، وال4000 واحد جايين من الخارج. مو أزيل النجيف اللي كان هو محافظ الموصل وهو اللي دخل داعش؟ ليش مو نور المالكي هو اللي دخلهم؟ نعم هو اللي دخلهم. من هو؟ النجيفي. لا لا مو نور المالكي. لا بس لحظة لحظة أبو زينب راح نجيك بالتقسيمات الإدارية حسب ما تدعي الحكومة أو ما تسمي نفسها حكومة حالية. أثيل النجيفي كان محافظ، ما من حقه يحرك أي قطعة عسكرية بالموصل، لكن من كان يحرك القطاعات العسكرية بالموصل سنة وقت دخول ما يسمى بتنظيم الدولة داعش كان نور المالكي القائد العام للقوات المسلحة، وهو اللي نطى الأمر بالانسحاب. شو أنت تحكي على أثيل وما تحكي على القائد العام للقوات المسلحة؟ اللي خانوا من هم؟ مثل ما قائد سبايكر وقالوا لهم سلموا أحدكم للجنود وخلوهم يجي حزل من السلاح. والله يا خي حسب تقرير لجنة التحقيق في سقوط الموصل في جامع بلاد الحبشي، هاي ما يحكي يقصون الذهب المنجل. أبو زينب من رخصك الحكي بالتفاطين. حسب لجنة التحقيق بسقوط الموصل ولا غدي. تسمعني لو لا أبو زينب؟ كثير من الأخطاء ارتكبوها قادة الشيعة. من هم؟ التفجير كله بمناطق الشيعة يقتلون بيهم. وين؟ بالموصل؟ الشيعة يزموه على طريق الرمادي يذبحون لأنه شيعي. أي أوكي صحيح. أنا أرد أجاوبك جواب واحد. لما كان جيش المهدي بقيادة التيار الصدري يقاوم الأمريكان وانهزم، أو لما صارت عليه عفو صولة من نور المالكي وانهزم وإجا للأنبار، بيوت الأنبار انفتحت لهم. راح أبو زينب، باوع أبو زينب. حسب لجنة التحقيق اللي بقضية سقوط الموصل طلعتنا برا الحلقة، بس راح أجاوبك. تقول إنه القادة العسكريين ما خانوا، إجتهم أوامر بالانسحاب، وعثمان الغانمي وغيره 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 تكرموا وأخذوا مناصب أخرى، ونور المالكي كان قائد عام للقوات المسلحة المفروض اللي يتحاسب أول واحد على قضية سقوط ثلث العراق، ذاك هو بعد زعيم حزب الدعوة اللي يطلع يصرح يقول انه احنا نجحنا في قيادة الدولة. نعم
نجح بتأسيس الطائفية بين الشعب العراقي، نجح في دمار الشعب العراقي، نجح في دمار البلد، نجح في دمار ثلث أراضي العراق، نجح في تفتيت هذا البلد، نجح في تدمير الزراعة والصناعة والتجارة وكل شيء بالعراق، كل شيء ما عندك يا أخويا. يا أبو زينب أنت من النجف، أوكي زعلت من أم أزهار لأنه حكت على المرجعية، حقك، لكن أريد أسألك سؤال، أنت راضي على الحكومة؟ دا تقدم لك خدمات بالنجف؟ عايشين مرتاحين؟ عندكم ماي، كهرباء، أمان؟ لو لا، ما هذول أخواننا وأهلنا بالبصرة وغيرها وغيرها دا يتظاهرون. لا أكو نظام ولا أكو شيء، أكو أحزابكم نفسها هي تديرهم. أم يوسف من الأنبار حياك الله. السلام عليكم خير. عليكم السلام ورحمة عليكم. الله. والله أنا هما قلت لك زوجي مفقود، على طول جاي أخابر قناتكم. يعني هذول اللي القدراهم المخطوفين، يعني هاي التاليها ننتظر نقول بلكي الله مسؤول. يحس بينا بمعاناتنا، يفرجون عليهم، يطلعون هم، ولا هو ما يطلعون احد الا بدفاتر عاليه. يا الله احنا ما عندنا صخام، لا عندنا ورا ولا دفاتر تطلع وادمنا. الرزازه بسيطره الرزازه يعني، ويا ذول يشوفون ويا حزب الله، اعتقلهم حزب الله الميليشيات اللي خلانا اياها على الطريق. اطلعوا ما اطلعوا، ما احنا نتلك داكم، خلانا لما نطلع من ضام الدواعش سنحرنا. هم قاموا يقطون بدنيمنا ووادمنا واخواننا طهاتنا. حسبي الله ونعم الوكيل على المالك وعلى حكومته وعلى حزب الله. ان شاء الله يصير بنساوينهم مثل ما سوون بينا ان شاء الله، وكل ظالم الى مصيره. قاموا يدفعون بيهم، شو يشوفون العالم الطالب بيهم، واحنا نطالب بوادم. قاموا يطلعون بيهم 200 150 ويقتلون بيهم ويذبونهم جثث. نعم الله ينتقم من عندهم ان شاء الله. الله ذولا حزب الله لا حزب الشيطان ذولا. قال حزب الشيطان ربع المالكي، اهل الدفاتر، اهل الفلوس الحراميه. الله يعثرها الحكومه ان شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. شكرا شكرا لك ام يوسف. مصطفى من بابل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. والله جاك احنا من اهل الجرف العوده الى الجرف. بس عفوا ما سمعتك كلش زين، شنو قلبي؟ مصطفى؟ اتوقع مصطفى اذا يقصد انه هو من اهالي جرف الصخر، بس ما سمعته وانقطع الاتصال وياه، اتمنى يرجع. مصطفى وياي؟ اي نعم وياك. بس اذا امكن تعلي لي صوتك وتعيد لي، ما افتهمت عليك. مصطفى انقطع الاتصال يا مصطفى، اعتذر منك. ابو جعفر من مدينه الصدر حياك الله. الله يعزك. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. عيدكم مبارك، ايامكم سعيده، يا عم انتم بخير، تحقيق الامان ان شاء الله علينا وعليك وعلى كل الشعب العراقي ان شاء الله وكافه الامه الاسلاميه ان شاء الله. اللهم عن هذه الامه ورفع المظلومين عن الشعب العراقي اجمع. اللهم امين. عربا وارثا وترقمانا الى اخره. عزيزي العفو حقيقة، ايه العفو اتكلمه. ايه تفضل تفضل تعال هوا. نعم الله العفو. عزيزي من ناحية النور المالكي وغير النور المالكي، والله هو اللي عم علينا، يشهد الله ورسوله. النور المالكي الله يشهد نور المالكي، هو اللي أدى الشعب العراقي، هو اللي جعل الطائفية، هو اللي أخذ المليارات، الموازنة التجارية هو اللي استغلها وأخذها. والله وبالله وتالله هؤلاء الناس وهذه الأحزاب كلها هي باطلة، ولكن صلاحيتها كان يكون الشعب العراقي سنة وشيعة عربا وأفرادا. ومع الأسف المفروض هسه نقوم قومة مثل ما يقولون مولانا يكون مظاهرة مليونية ضد هؤلاء الأحزاب الباطلين الدجلة اللي جميعهم موالين للدول الإقليمية ودول الدوار ودول أوروبا وإلى إسرائيل وإلى أمريكا وبريطانيا عملاء. مع الأسف مع الأسف والله هؤلاء الناس الشهداء اللي شفتهم، هاي ضحية خطية، هاي اللي من دار شنو ندلم. هاي الناس 4 سنوات في ثلاجة، الله يرضى من الله ينتقم إن شاء الله على الدولة وعلى الحكومة وعلى محافظة بابل، محافظ بابل الله لا يوفق إن شاء الله.
الله لا يوفق الحكومة العراقية، الله لا يوفق الدولة إن شاء الله. هذا المفروض إحنا نتكاتف سنة وشيعة عربا أو أكرادا، تركمانا صعبة شبك كل والله ومطرتهم هذول مثل ما أجونا من خارج الدجل. هؤلاء الناس اللي كانوا يجدون بالخارج، يجدون الليرة ويجدون الدولار، أجونا هنا هسه هم وعوائلهم مترفهين بالمليارات ومترفهين بدول أوروبا. هسه حاليا إحنا كاتلنا الحرب، لا كهرباء لا ماء لا خدمات، هم وعوائلهم هسه حاليا بأوروبا قاعد يتونسون وقاعد يقضون أيام العيد. الله يرضى من الله ينتقم عليهم إن شاء الله، الله ينتقم عليهم. وانا اتحدث باسم اهالي مدينه الصدر، الرمادي، الموصل، فلوجه، كلها بلد صلاح الدين كان ما يكون، ايد بايد وخل نقضى على هؤلاء الناس الزنادقه الفقراء حش السامع، جل الله السامع. وتحياتي لكم وللفضائيين الرافدين. شكرا 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 لك ابو جعفر. محمد من السماوه حياك الله. السلام عليكم اخي العزيز. عليكم السلام والرحمه والاكرام. لك وتحية للرافدين العزيزة. حياك وبياك أخي العزيز. يبدو أن وطني لا يمكن أن يعيش ليوم واحد بدون طغاة، وأن الجثث التي سالت حط حمام الحضرة يرتل الأدعية وصلت كنائس ومساجد العراق، ووطنا يكاد يشطب من خارطة الأوطان والحياة. نعم. ونحن نعلم جميعا عندما تندفع الشعوب فلا أحد يستطيع إيقافها، وسيحاسبهم عما اقترفوا بحق من جرائم وسرقوا ونهبوا وشيدوا وأعطوا. ولا نقول لهم كما قال التونسيون على لسان مطربهم، لطف بشناق خذوا المساسب والمناصب، اسألوا للوطن. بل نقول لهم نحن العراقيون أعيدوا المكاسب وأتركوا الوطن. أخي العزيز، العراق منذ 16 عام يبحث عن الخلاص من خلال قيادة مخلصة، كلما دخلت أمة لعنت أختها لتهدم كل شيء وتبدأ من الصفر ليعيدوا بالعراق وشعبه للقرون الوسطى، ووطنا يكاد يشطب من خارطة الأوطان والحياة. 16 عام يغضون الطرف عن عصاباتهم وماغياتهم، وهم يسرقون قوت الشعب وأموال الشعب ليحولوها إلى عقارات وفلل وشقق وأرصدة في مدن العالم المختلفة. 16 عام نسوا أو تناسوا إن أمثالهم تحصنوا بالقمم العالية متوهمين إنها ستحميهم من غضب الشعب، لكن إرادة الشعب أسقطتهم إلى الحضيض بل إلى الجحيم، متنعمين بمكاسبهم ومناصبهم. يأتي ذات يوم سينزلهم شعب العراق طاغرين أذلاء، وسيحاسبهم عما اقترفوا بحقه من جرائم وعن كل ما سرقوا ونهبوا وشيدوا وأعطوا. أخي العزيز، العراق بلدي العزيز الذي على حافة الهاوية، قد يكون فيها بلدي لم يبقى فيها سوى الدمار والخراب. إلى من سأوجه اللوم؟ إلى نبوخذنصر العظيم الذي ترك لنا هذه الحضارة التي لم تعد سوى رماد أو أسوأ من ذلك؟ أم إلى الحكومات الفاشلة والتائهة التي دمرت على بلدنا ملايين السنين قد تمحى وتنسى، أو إنها محيت جزئيا على يد مغول العصر الحديث الميليشيات، حيث الدماء تسال من جديد والشعب يدفع الثمن؟ سايكس بيكو العصر الحديث وضعت لتقسيم العراق، ومجزرة سبايكر ما هي إلا خطة لذلك التقسيم الذي بات قاب قوسين أو أدنى من ذلك. وشكرا لك أخي العزيز. العفو. مصطفى من بابل رجع لنا مرة ثانية، حياك الله يا مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الإكرام. من جرف الصخر. أي نعم تفضل. عودة صار
أنا صارنا 6 سنين متأجرين و6 سنين بس إيجار قاعدين ولا تعويض انطونا لا ردونا لهنا لا كل المحافظات رجعت ما فعلوا ردونا وكل شيء ماخو احنا يمنا وقلع متحررة نعم يعني خلي يردونا لبيوتنا خلي يردونا لديراننا احنا ما طالبين من عندهم كل شيء بس يردونا تسمعني؟ نعم وياك وياك يا مصطفى نطالب بالحقوق يعني نريد نرجع لجيراننا نرجع لهن صارنا 6 سنين اللي مهجريننا ولا يردوننا لا يشوفونا حل لا ينطونا تعويض ويخلونا نشتري ونقعد ونستغر يعني صارنا 6 سنين متهجرين والله شاهد وكله ايجار ايجار ندفع ايجار 6 سنين وما عندنا احنا عمالة نشتغل نشتغل عماله يا الله نسدد الاسمه الايجار وما عندنا هدوم نشتري هدوم ما عندنا نشتري لعيالنا يعني خلي يشوفونا حل احنا نطالب بالعوده لاجر في السفر ويشوفونا حل الدوله تشوف لنا الحل يعني هسه احنا ما طالبين من عندهم شيء بس خلي يردون لنا ديارنا ما نريد تعويض ما نريد كل شيء ما نريد من الدوله نريد نرجع لاهلنا نقعد بيوتنا نستغر بيوتنا يعني صارنا 6 سنين من بيت البيت من بيت البيت يوميا يطردنا ابو بيت ونروح نقعد بغير بيت يوميا يشحطنا من بيت ونروح بغير بيت يعني هاي مو اي شيء هاي يعني احنا ما رايدين كل شيء بس خلي يردونا لبيوتنا ديرانا وهجرونا وراح لنا وراح مالنا وراحت بيوتنا وسيارنا راح وكل شيء راح طلعنا بهدومنا احنا كل شيء ما لا مسوين ولا مقدمين ولا ذابين ولا صارخين كل شيء ما مسوين احنا نعم يعني احنا نطالب بالعوده الى جبهه ان شاء الله ان شاء الله وصل صوتك اخ مصطفى هذا حال العراق يعني الله يعينه ويعين كثيرين ملايين من العراقيين المهجرين ان كانوا بمخيمات او ان كانوا بغير محافظات عافوا بيوتهم وحلالهم ومالهم وقيعانهم وجيرانهم وانتحاكموا بسبب هم ما لهم سبب بيه اصلا وبيوتهم اتدمرت لان هم ما مسوين شيء اصلا هم ابرياء من التهم اللي متهمين بها المنظمة الخيرية اللي دفنت 31 شخص أكو شخص آخر اسمه رعد الشوك طلع بكليب آخر يبين لنا حقيقة هؤلاء 31 خلونا نسمع اللي قاله سلمناهم من ثلاجة بابل وحقيقة جبناهم لهنا بس كانت اللي عندنا الصعوبة هي مشكلة الأرض هم دولة من جرف الصخر سابقا ومن المحاويل ومن السدة ومن داخل بابل من المسيب بيهم بالوجبة الثانية لقينا بيهم أطفال يعني دول الأطفال يعني حقيقة يعني دول شنو يدربهم يعني هذول موجودين لحد الآن بالثلاجة لقيناه بصناديق مال برتقال ومال موز حاطيهم بالثلاجة زين مقطعين وذابيهم بالثلاجة اللي هم 4 أطفال ونساء محمد من بغداد ويانا على الهاتف أهلا يا محمد اهلا بك يا محمد تفضل انا الو تفضل اخوي انا محمد تسمعني انا تفضل اخوي تعال الهوى يبدو انه محمد ما دا يسمعني بشكل واضح أعتذر منك لرداءة الصوت من المصدر أم يزن من المحمودية حياك الله أختي السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام أنا والله بدي أحكي على أخوي معطوف على شنو؟ أخوي عندي طلع من البيت وما أجانا شو وقت؟ من 2017 من 2017 سنتين صار له وين بالمحمودية؟ 18 5 2017 من المحمودية ايه؟ أخذه؟ لا هو بيته بجبلة بيته بجبلة طلع بسيارته بعد ما اجانا زين دورتوا عليه سألتوا عن والله كان ما خلينا مكان ما رحنا له شو يقولوا لكم عند ها شو يقولوا لكم من تسألون عليه الأخوك قلوا لنا ماكو شيء ماكو بيوت قالوا عد حزب الله
قلنا رحنا لحزب الله قالوا لنا نعطينا فلوس واحنا نعطيكم اياه. ضحكوا علينا، خذوا من عندنا دفترين وما عطونا اياه. اخذوا من عندكم 20,000 دولار رشوه؟ أيوة، نعطونا هاي ال 20,000 دولار ونعطيكم اخوكم وما نطوكم اياه. اي قال هذا موجود وراح الحد وياهم وما عطانا اياه هو سيارته. تمام. وما كل هذا وراجعنا عليهم وهاي قال الفلوس راحت وراحت وضحكوا علينا. بجرس الصخر قالوا لنا تلقونه. ايش قد عنده اولاد؟ ودورنا وما عطانا اياه. ايش قد عنده اولاد ام يزن؟ والله عنده 5 جهال، 3 ولد و2 بنات. عنده وليده مرته حامل شهرين ما يدري بيها. وهسه ابنه عمره سنه وخمسة اشهر. نعم. وماكو بعد اي شيء ما لقينا عنهم. نعم، ربي يطمن بالكم ان شاء الله عليه يا رب. يعني ما ادري شو لا راتب لا مصرف، بس احنا كل شيء ما نريده ريد بس هو. نعم. وماكو. نعم، ان شاء الله ربي يطمنكم يا ربي. واشكرك، اشكرك على الاتصال. يعني هاي واحده من قضايا المفقودين، تقول اخوها من جبله راح طلع بسيارته، لا هو ولا سيارته لقوه من 2017 تحديدا 18 ايار. قايلينهم يم حزب الله صايره قضيه ابتزاز ما شاء الله. قايلينهم اعطونا دفترين 20,000 دولار مبلغ تاخذوه من عائله. تعرفون الحال بالعراق انه اغلبها تحت خط الفقر. المهم واحنا نعطيكم اخوكم او ابنكم ولا هو ولا سيارته طلعوا وفلوسهم همين راحت. ما شاء الله، عندنا احزاب محترمه، عندنا احزاب تحترم القوانين والقوانين الدوليه بالذات، وما تبتز احد ابد، بس تاخذ فلوس وما تسوي شيء. رعد الشوك اللي طلع يقول انه 31 شخص من ضمنهم نساء واطفال. الكارثة هسه انتو قتلتوا للطفل، تقطعوا ليش طفل؟ الله اكبر، شلون نطتك نفسك تقتل طفل؟ انتو يعني اريد افتهم اللي دا يقودون بالعراق مو احزاب اسلامية؟ ما تأمنون بالله والرسول؟ الرسول مو وصى انه بالحروب لا تقطعون شجرة ولا تقتلون شايب ولا تضربون مرأة ولا تضربون طفل ولا لا تبوقون؟ مو هاي وصايا. الله اكبر، طفل مقطع ومشمور بصندوق مال موز لو مال برتقال، ونسوان وياهم وكبار سن وياهم. ما اعرف اللي نطاته نفسه يقطع طفل، ما فكرت هذا ابن احد، ما فكرت ابوه لو امه الا اذا كانت الابوه امه وياه، ما حد راح يسال عليه. أم علي من الموصل حياك الله. الله يعافيك أبويا ويعافيك ربي إن شاء الله. لك ابني الله يحفظك إن شاء الله. ابني 2017 لما بدأ التحرير يعني عبر يعبر على الجيش واخذوه، ومن ذاك الوقت لحد الآن أني ما خليت مكانه وأدور عليه وما لقيته. يعني ما تعرفين منه اللي أخذه وما لقيته، شو يقولوا لك عنه؟ لا والله هم قالوا لي ما يحطونها، يقولون ان اخذوا الدواعد. يقولون اخذوا الدواعد، بس لان هم اخذوا الجيش، هو عبر على الجيش واخذوه. وقبل يعني قبل 6 اشهر هيك شافوه بحمام علي، جماعه يعني طلعوا وقالوا بحمام علي، ورحت على الحمام ما يقولون ما موجود. حمام علي بيك تمام. اي نعم. واحنا يعني احنا اهل السنه ليش يجي؟ ليش من ذاك النهار صار هنا بقوق جلي؟ صار هذول سدوا الشبك المناعيل الاشياء الله ينعلهم. نعم. شكرا لك ام علي، وان شاء الله يا رب يطمن قلبك على ابنك ويطلع لك ان كان بحمام علي وان كان باي مكان ثاني، يا ربي ما يشوف شر او ما يكون مصير هؤلاء خطيه. عندي اول رساله بالواتساب يقول هؤلاء المغدورون هم من اهل السنه من سكنه جرف الصخر، وقد قتلوا على يد حزب الله العراقي الذي هو امتداد للباسيج الايراني والحرس الثوري الايراني. طبعا حزب الله العراقي مكون من ابناء المحافظات الجنوبيه بفتوى من السيستاني والقيادات ايرانيه. طبعا كالعاده التهمه سوف تلقى على
داعش كالعادة. عمر العبيدي من السويد رسالة أخرى تقول: أخي، هذا القتل الطائفي لا يتم إلا بفتاوى العمايم وأوامر من إيران. أقول: هل يوجد بالعراق دين وإسلام؟ ويلكم من عذاب الله، ألا تخافون الله والرسول ولا تستحون من آل البيت؟ إسرائيل هل قتلت فلسطينيين بهذه الطريقة؟ لعنكم الله إلى يوم الدين. أبو زينب العفو، هو يعلق لكن الرسائل طويلة جدا ما راح أقدر أقرأها كلها. أنا من بغداد محمد عبيد، أهلا وسهلا بك محمد، بس ما مكمل رسالتك، أتمنى تكتب لنا رسالتك. يعني القضية وما بيها أنه أرد أسأل شلون خلوا العراق نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان الدولية؟ والله ما أعرف. ويطلع لنا إبراهيم الجعفري إذا تذكرون تصريحه: انتهاكات حقوق الإنسان بالعراق صفر، لك يا صفر، جهال مقطعين ومحطوطين بصناديق البرتقال والموز، نسوان مذبحات ومقطعين. تعرف التمنية قطع واحد يعني مبيوعة أعضاء البشرية؟ يعني ميليشياتكم اللي أنتوا تجونا تقولونا إحنا دا ندافع عن العراق وعن العراقيين، دا تبيع بعضاء البشر، دا تأخذ ناس قوة. عادل عبد المهدي وين؟ أرد أسأل وزير داخلية، عادل عبد المهدي، حكومة، برلمان، وينهم؟ شو صمم بكمون؟ واحدهم خنس وقعد. هذا لو منصب محافظة، لو منصب برلمان، لو منصب وزارة، كلها تتعارك، وواحد يسب ويشتم بالثاني. بس من يحصل المنصب شي يصير بالعراقيين طز، ما يهم بعد. الله يعين الشعب العراقي والعراقيين يا ربي، ويا ربي ترفع عنكم هاي الغمة يا رب، وعياتكم مباركة إن شاء الله. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد، نتمنى أن تكون حلقة قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء.